بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بأحبابنا الكرام المشاهدين قناتكم قناة بانوراما للأعمال الخشبية. إن شاء الله النهاردة معنا فيديو جديد بنقدم لكم فيه الطقطقة الثلاثية. هنقدم لكم صورة معمولة جاهزة، صورة طقطقة ثلاثية معمولة جاهزة، وبعد ما نخلص عرضها هنوريها لكم ازاي عملناها خشب وطريقة تصميرها والمتانة بتاعتها وازاي قد ايه ان هي معمولة ومتينة وجامدة عكس اللي بتيجي جاهزة من المحلات. طبعا بتبقى الطقطقة الكبيرة اعلى من الوسطى 10 سنتي تقريبا، والقطر بتاعها برضو اقل 5 سنتي. الصغيره خالص بتبدا حوالي 40 سنتي، والوسطانيه اللي هي اللي في الوسط زي ما انتم حضراتكم شايفين الطقطقه حتى من تحت مدهونه، الرجلين مدهونه وتشطيب جميل جدا. حضراتكم شايفين اللمعه والخدمه، ادي لمعه البويه عاليه جدا ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. طبعا دي صورة جاية لنا ونفذناها. ده طبعا بقى التقطيق قبل ما نعملها واحنا بننفذها. دي الدايرة هي هوريلكم ازاي بنثبت الرجلين وازاي بنحسب المساحة على ثلاثة، ازاي بنقسم المساحة على ثلاثة، لان في طبعا بعض الاخوة ما بيعرفوش يقسمهم، وازاي يثبت الرجلين بالتساوي. طبعا احنا بنفتح البرجل وبنعمل ثلاث مقاسات وبنفضل ناخد بالبرجل لغايه ما نساوي الثلاث اضلاع ببعض، تمام؟ يعني بنخلي كل الاشكال متساويه ببعضها علشان الرجول تطلع كلها في مكان واحد. ادي بنعمل اول علام وبنرجع بقى نعمل مكان تاني، لان الطقطوقه لو الرجول في واحده جت على جنب ممكن تقلب، ممكن الطقطوقه تقلب. ادي الثلاث مقاسات، وبعد كده هنثبت بقى الرجول كده. خلاص تقريبا هو خلصنا كده، خلاص بنأكد على المقاس كده الثلاث مقاسات قد بعض بالظبط زي ما حضراتكم شايفين. حتى بالبرجل اهوت بنقيس برضو بالراكب بالبرجل كده الثلاث مقاسات قد بعض بالظبط. طبعا انا بأكد برضو تاني ومره واتنين علشان المقاس ما يجيش مختلف. تمام، بعمل عليها علامه هين عشان برضو ما تتوهش. تمام، طبعا انا عامل القرص بتاعه التقطيع دي كونتر سه قبل كاش سه وكبسه على ايديا عشان يطلع متين، عكس اللي بتيجي في المحلات او بتشتري جاهزه من معرض دمياط بتبقى خشب ام دي اف او فايبر. طبعا الام دي اف او فايبر لو طالهم اي رطوبه او اي ميه بيفرقع على طول. دي الرجل اهي هوريكم ازاي بنشطفها. بنقسم النص الاول، بنقسم نص الرجل وبنرجع بقى ناخد زي ما حضراتكم شايفين كده، بناخد بقى بنقسم النص علشان الرجل مفتوحه لبره عشان الفرده الرجل تطلع بره. تمام، هنثبت. نوصل الاضلاع. تمام كده بقى بناخد الثلاث اضلاع بنعملهم علشان نظبطهم على الرجل عشان تطلع معانا مظبوطه بالظبط. خلاص كده قسمنا الدايره للثلاثه. طبعا بنحسبها عن طريق المحيط، محيط الدايره، وبنرجع نقسمها. يعني بناخد محيط الدايره وبنقسمه على ثلاثه. محيط الدايره طبعا 2 طه ناق. بنحسب المساحه وبنحسب الاضلاع نص القطر وبنرجع بقى نقسم المساحه على ثلاثه. الموضوع سهل جدا خالص. يعني نبدا بقى نربط الرجول. ده كده قسمت الرجل نصين علشان تطلع مظبوطه معايا ما تبقاش معوجه، علشان الرجل ما تبقاش لفه او معوجه. ندبس بقى، نجيب الدباسه. هنجيب الدباسه اهو.
كده دبسنا الرجل اهي خلاص. اول رجل ثبتناها خلاص ودبسناها نثبت الثالثه برضو. ندبس الثانية. نجيب بقى الرجل الثالثة ونثبتها برضو كمان. ده اخر رجل معانا برضو نفس الطريقة. ثبتناه بالغيرة وبالدبوس. احنا طبعا بنعمل الدبوس لغاية ما بندبس بالمسامير من فوق. يعني احنا بس بندبس بالدبوس لغاية ما نقلب ونعمل من فوق وندبس الرجل من ده. طبعا هننزلها بقى على الارض هي. هنبدأ بقى ندبس برضو. هنجيب المسامير بورما، مسامير بورما 5 سنتي علشان تبقى جامدة. طبعا هنثبت الأول بمسامير 5 عادية برضو عشان تمسك معانا. طبعا مش هنسمر قوي عشان برضو ما يغرش في الكونتر ويعلم ويطبع يعني. كده دبسنا خلاص اهوت بمسامير 5. يبقى كده متدبسه بمسامير دبوس من تحت ومسامير 5 فوق، وهنربط كمان بمسامير 5. يبقى الطقطوقه بتبقى زي الحديد، زي الحديد بالظبط. تمام. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الطقطوقه الرجول المسافات واحده بالظبط، مسافات مظبوطة. طبعا كده هنربط بقى المسامير.